جوال يوصلنا به التحليلات والتحليل الشهري والتحليل اللي كل 6 أشهر والتحليل العام ومخزون السكر، وكمان في مجموعات للتوعية يعلمونا تمارين رياضية لتنزيل مخزون السكر. نتوجه بالشكر للحماية الزرقاء لمنظمة الدبليو دي اف على دعمهم بتوفير أجهزة الدوبلر اللي ساعدت على الاكتشاف المبكر لنقص التروية في الأطراف السفلية لمرضى السكري، وساهمت هذا الشيء في تحسين نوعية الخدمة المقدمة للاجئين. نتيجة اللقاءات التثقيفية أثرت على حياتي كثير كثير، مثلا كأسلوب حياة غيرت من نمط أسلوب الحياة تبعي من ناحية تغذية من ناحية علاقات، كذلك نسبة السكر نزلت. كمان متابعة عموما ربنا الله على السكر على الطبيعي على النفسي على التوعية على العادات الصحيحة يعني بشكل عام على كل شيء. التزمت بالبرنامج اللي أخواتي قصر معي يعني متابعة حثيثة حتى عبر الهاتف عبر الزيارات الشخصية، والحمد لله رب العالمين جزء جلد 18 كيلو على متابعة العلاج 5 شغلات منها الدعم النفسي والثقة النفسية والمتابعة زائد علاج والرياضة وتنظيم الأكل، فمعي وظائف الكلى عندي وتظبط وظائف الكبد وكل حاجة، وصرت إيش مع الرياضة أحسن وأنشط وأروح وأجي.